السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه كويسه. النهارده معانا فيديو ضرب نار مختلف تماما عن باقي الفيديوهات اللي احنا كنا بنقدمها في القناه. تمام، تعالوا بس قبل ما نروح على الفيديو ندردش شويه بس صغيرين جدا. انتوا هتشوفوا في الفيديو النهارده حاجات غريبه بتحصل. هو تقريبا مفيش حد في اللعبه عملها غير الهنود بس، اللي هي ان الجرار، يعني لو انا مثلا بلعب سيناريو فمعروف ان بيبقى فيه قطرات جايه مقابل، تمام، دي بتمشي لوحدها. الجديد بقى ان احنا خليناها تضرب سرينه لوحدها طول، يعني طول ما هي داخله على قطر او داخله على محطه او داخله على مزلقان، السرينه بتشتغل اوتوماتيك في الجرارات المقابله فبتزمر لوحدها. وكمان ان شاء الله قريب التيم هيعمل ان الاضاءه بتاع الجرار او الاضاءه بتاع القطر ما تنورش غير بالليل بس. لا يعني لو انت بتلعب سيناريو دايما كده تلاقي ان المقابل جاي عليك منور، انما لا، احنا هنخليها ان شاء الله ان المقابل لما يبقى جاي عليك لو بالنهار يبقى الدنيا عادي، الجرار قافل انواره وكل حاجه، ولو بالليل الجرار يبقى منور انواره والعربيات تبقى الانوار فيها شغالة 10 على 10. تمام، هي بالنسبة للعربيات الإضاءة فيها بتشتغل في الليل بس، ما بتشتغلش الصبح. تمام، طيب دي أول حاجة. طيب في تاني حاجة يا جماعة حابب إن أنا أوضح عليها، إن يا جماعة دلوقتي شروط نزول العربية المجانية لسه ما اتعملتش، لسه ما خلصتش. فلو أنتوا عايزين الإضافات المصرية وزي الاول، يعني انتوا الاول كنتوا دايما عايزين الاضافات، طيب نزلنا لكم الاضافات وقلنا لكم هتنزل مجانا بس الشرط يتحقق وهننزلها لكم. للاسف الشرط ما اتحققش. ليه؟ يعني عايزين بس نعرف في الكومنتات تحت، انتوا دلوقتي عايزين الاضافات ولا لا؟ طب لو عايزينها ليه ما حققتوش الشرط؟ يعني مثلا الفيديو يبقى جايب 2000 مشاهده واللايكات مفيش لايكات، احنا مش طالبين كتير، احنا قلنا من 500 ل 800. يعني هو لو وصل 500 قشطه تمام، الفيديو بتاع ده فيديو الاضافه ينزل والناس كلها تلعب بالاضافه. وغير كده ان كل يعني الاضافه دي نزلت هيبقى بعديها في اضافه تاني وفي اضافه ثالثه، وهيبقى في جرارات وهيبقى في عربيات وهيبقى كله مجاني بس بالشروط اللي التيم هيقول عليها. وبس كده يا جماعه، يلا بينا هنروح مع السيناريو الممتع ده. هو الفيديو طويل شوية والسيناريو طويل شوية بس هتستمتع بيه لو انت كنت من عشاق السكة الحديد. يلا بينا مع الفيديو ونرجع لكم تاني.
بس كده يا جماعه، الفيديو بتاعنا بتاع النهارده خلص. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش برضو زي ما قلنا في الاول تشترك في القناه، تفعل زرار الجرس، تعمل لايك وتسيب الكومنت بتاعك تحت عشان نعرف رايك في الشغل اللي احنا بنقدمه. وشكرا جدا ليك ان انت كملت الفيديو لغايه اللحظه دي. حابب اعرف رايكم في الصوره الجديده بتاع القناه، فاتمنى تقولوا رايكم في الكومنتات تحت. وغير كده استنوا فيديو جاي هيبقى جامد جدا 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 وهيفاجئ اغلب الناس ان شاء الله لمحبين لعبة ترين سيميليتور. وان شاء الله الناس اللي بتلعب ترينز سواء اندرويد ولا سواء بي سي ان شاء الله قريب هيبقى ليهم فيديو جامد جدا جدا. وممكن كمان احاول اجمع الاضافات كلها اللي الناس كلها بتعملها وبتنزلها مجانا، ممكن اجمعها في فيديو وانزلها وانزل لينك تحميل الاضافات دي. بس ما وعدتش الناس بتوع ترينز ان انا ممكن اعمل كده، انا بقول ممكن لو اتيحت لي الفرصة والوقت ان انا اعمل كده هعمل كده. وطبعا كل واحد صاحب تصميم هكتب طبعا ان ده صاحب التصميم والكلام ده، لان انا ما بحبش اعمل عكس كده. وبس كده، استنوني في الفيديوهات اللي جاية. سلام.